بتشوفيش ناس يقولك انا كل يوم الساعه 6 الصبح بفكر استقيل؟ ده حقيقه. كل مش الناس ده كلنا. كل والناس اللي هي بتبقى راجعه من اجازه من اول يوم بيبقوا مقفقفين ومتضايقين خالص، واللي هو عندناش طاقه يعني. احنا طاقة. بيبقى في اجازه ان احنا خلاص جددنا طاقتنا نرجع بقى اجازتك بقى كامل طاقتنا، مفيش حجه. لا. في ناس بقى يقولك انا محسوده، دي عين انا متاكده دي عين ديناصور في حياتي. ده مش عين عادي. أيوة ده ديناصور بصيلي في حياتي. وعشان أأكد لك أنا بقوم من النوم جسمي مكسر كأن حد ضربني علقة. أنا متأكدة. ولو تعرفي حد بيفك أعمال تعالي نروح سوا. فإلى كل الناس اللي بيفكروا في كده، إحنا نحب نقول لهم حضرتك ده مش حسد، ده نقص فيتامين دي. يعني هو نقص فيتامين دي الساين بتاعته احساس بالارهاق الدائم. جسمي بيبقى كله وجعني. مش وجع على قد ما هو اللوس اوف باور، في خمول. نقول كده انا مش قادره. يصاحبه بقى شعور بالاريفه وميل للاكتئاب. صح. شعور. ايوه. جدا يعني. ايوه صح. باريفه. انا مش طايقه وانا ماشيه حد يخبطني وهو مش قاصد حتى. انا متحفزه جدا ان انا اتخانق، فارجوكوا بلاش تصبحوا عليا. انا بجد كل حته في جسمي وجعاني. ميل للاكتئاب. وتبص لقيه اقل من حالتها الطبيعيه. ومش بس كده، ما تقبلش الحاجه اللي هي متعوده عليها. يعني هي مثلا متعوده يعني على دوشه العيال، تصبح بالنسبه لها دوشه العيال لود. انتوا مالكوا؟ فيجوا يقولوا طب ما انت متعوده على كده، ايه الجديد؟ لا انا ما بقتش مستحمله. الناس تبص لها باستنكار، طب مش مستحمله ليه؟ نقص فيتامين دي بيعمل كده. عشان كده في دراسات اثبتت ان البني ادم اللي بيشوف الشمس الصبح نفسيته بتبقى افضل 100 مره من الناس اللي ما بتشوفش الشمس الصبح. الصبح لحد الساعة كام بقى؟ خلينا نتكلم إيه في داي لايت. داي لايت مش لازم، ما نقصدش خالص ان انت تقعدي في الشمس الحارقة. بس يعني قبل الساعة 12 مثلا. قبل الساعة 12 وبعد الساعة، خلينا نقول مثلا بعد الساعة 3 الدور، من 3 ل 5. ان انت تدركي ان ربنا قاسم اليوم لداي ونايت. مش اليوم كله ليل. يعني في ناس حياتها هي مشقلبة يومها، فبتصحى الساعة 4 بعد الظهر ما بتدركش حاجة خالص، وبيجوا ينزلوا على 6، فهم حياتهم كلها ليل. ومكملة ومظبطين روحهم على كده. صحيح. مع الوقت، يعني في الأول ما فيش حاجة، بس مع الوقت بيحصل deterioration في النفسية. يعني بيحصل تراجع في مستوى فيتامين دي، فبالتالي في زهق، في ميل، في قرف، في هو مش بيدلع. بس بيني وبينك تحليل. بيني وبينك تحليل. فبتيجي ناس تقول لك لا اصل انا هحلل ليه، اصل التحليل غير، هاتي الدواء على طول. هنا بينقسم العلاج بتاع فيتامين دي نوعين. نوع راس، ودي جرعته، تاخدي الجرعه اليوميه بتاعتك. ونوع حقن. الحقن دي دوز عالية، فما ينفعش ان انت تبقي الفيتامين دي بتاعك مظبوط وانا اروح اديكي دوز عالية. ولو انت الفيتامين دي بتاعك واقع وانا اقول لك خدي قرص، انا بضيع لك وقتك. لان انت في الاول وفي الاخر بتاخدي القرص، هيحافظ لك على ايه؟ المستوى اللي موجود بتاعك دلوقتي، مش هيعليه. فلو حد لا دي انت محتاجه. فهنا بقول لكل الناس من فضلكم روحوا، معلش هو مكلف ولكن يستاهل. مش هعمله كل شويه، مره في السنه بس. صحيح. اعملوه بيفرق.